القراءة المقابلة صراحة ما نقدرش ندير واحد القراءة أي واحد المقابلة فيها أكثر بزاف ديال العشوائية، لا من حنايا ولا من فريق الخصم. نظرا بزاف ديال العوامل، أول العامل الأول وهو الأرضية ما بقاتش صالحة، يعني باش ديفلوبي واحد لو جو اللي يكون مناسب، يمكن دير أن ستيل جو اللي يمكن تحكم على لو جوار وحتى على بعض الأمور. ولكن كيف ما كان الحال حنا هزيمه سي فري ما متقبلينهاش وما نهضموهاش، يجب الوقوف على بعض الامور اللي هي مهمه بزاف ونشخصوها، وضروري ضروري ضروري نلقاو الحلول، لانه كتبقى هزيمه وارده في كره القدم، نتائج ايجابيه الان بالفعل كنمروا في مرحله غير مستقره، مرحله اللي كندوزو في مرحله فيها مومون فابل. نتمنوا تكون لا رياكسيون بلو فيت بوسيبل، لا رياكسيون خص تكون كلشي يشارك فيها، يعني رده الفعل ديال كلشي خص يشارك فيها. الدرجه الاولى هو حنا ثابت الحال اللاعبين وجميع الممكنات ديال الفريق، يعني باش نحاولوا، لانه المستوى ديالنا الا شفنا المقابله الاخيره اللي درنا في يعني في خريبكا كان فرق كبير بزاف، كان واحد ليكار كبير بزاف بارابول هذا الماتش هذا. سي فور الى نهضروا على لي جوور، جو بونس ان لي ميم جوور بريسك لي ميم جوور لعبوا في الماتش اللي فات، الوغ كتبقى الامور الاخرى اللي خصنا نحاولوا نوقفوا عليها ونجتهدوا نلقاو حلول. وكيف ما كان الحال ديما سي فري الطاقم وخاصه المدرب كيهز العبء ديال الهزيمه، وما كاين مشكل، حنا ما غاديش نتهربوا من المسؤوليه، ولكن توجور المسؤوليه ديالنا هو سي دو شيرشي لي سوليسيون سواء في الداخل او على برا ولا سواء سميتو، نكونوا مرزنين ونتقبلوا الامور ونكونوا عارفين ان هذه المرحله مهمه بزاف. كنظن الحمد لله جينا في هذا الوقت اكثر ما ولا جينا متاخر، انه كاين لي زوتي وكاين يمكن امور اللي يمكن نعالجوها مستقبلا، نتمنى تكون في اسرع وقت. كما قلت اسرع وقت ماشي لونترينور بوحدو ولا تاع سميتو، خصنا نكونوا نلقاو حلول اخرى باش ان شاء الله على الاقل نبقاو نلعبوا في واحد لو كليما اللي يكون مزيان، سيرتو داخل الميدان. خارج الميدان جو بونس ما كنلقاوش بزاف مشكل اكثر ما كنلقاو في داخل الميدان. الوغ واش تغيير ديال الطريقه، واش تغيير ديال الملعب، واش تغيير شي حوايج اخرين، هذه الامور كلها كنحاولوا نديروا تشخيص وباش نوضعوا الاسبوع ديالنا على الخلل، وخصنا نعالجوه في اسرع وقت.